تطور إمكانيات الحشد يبهر الناظرين بأسلحة حديثة ومتطورة، وخبراء أمنيون يؤكدون قدرة قطاعاته على حماية البلاد. أمريكا تعرقل تسليح الجيش وتهدد العراق بعقوبات في حال اشترت منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. أبهر استعراض قوات الحشد الشعبي الجميع بعد استعراضه بأسلحة حديثة ومتطورة في محافظة ديالى. جرى الاستعراض في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد، وشاركت فيه مع الأجهزة دبابات T-52 بالإضافة إلى أجهزة وأبراج اتصالات عالية الحساسية وتطور. كما شهد الاستعراض دخول فخر الصناعة الروسية كتيبة دبابات T-72 والمطورة مع إضافات بالدرع جانبية. وكشف الحشد خلال الاستعراض عن منظومة حسيب للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة والمصنعة محليا على يد المديرية الفنية. هنا يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي تمكنت من استحداث أسلحة وصواريخ عالية الدقة منذ الأيام الأولى لإنطلاق فتوى المرجعية إبان الاحتلال، احتلال عصابات داعش الإجرامية للعديد من الأراضي العراقية بعد حزيران عام 2014. بالجانب الآخر مشاهدي الأحبة، يسعى العراق منذ سنوات إلى العودة مجددا إلى التسليح الشرقي وبشكل خاص في سلاح الطيران ومنظومات الدفاع الجوي، لكن هنالك عقبات دولية بالتحديد عقبات أمريكية وأخرى محلية أيضا تقف عائقا أمام تحقيق هذا التوجه. ربما وصل إلى التهديد بالعقوبات الدولية في حال توجه العراق نحو شراء الأسلحة الروسية. إذن مشاهدين الأحبة، هذين الملفين الأمنيين نناقشهم في حصاد الأيام لهذه الليلة، تتفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. تحت شعار هيبة العراق، استعرض الحشد لقواه يوم أمس السبت في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي بمشاركة التشكيلات العسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، مقدما صورة مميزة لتطور قدراته المختلفة التي لن يقف أحد أمام استمراره وتطوره كمؤسسة عسكرية رسمية، حاملا معه رسائل بليغة توجه لكل الأطراف التي تريد النيل من تضحياته الجسام. نفتح وياكم مشاهدين الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. بأعداد غفيرة وأسلحة ثقيلة وحضور رسمي، استعرض الحشد الشعبي قواته في عرض مهيب بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه وانطلاق عمليات تحرير المدن العراقية من قبضة داعش. فبهذه الصيحات وضربات الأقدام أزاح الحشد الستار عن إمكاناته العسكرية التي تجلت في أبهى صورها. انضباط عال وصلابة بدت واضحة في استعراض القوى على الأرض. ما عرض من استعراض العسكري هو ليس كل إمكانيات الحشد الشعبي، هذه بعض الإمكانيات الموجودة ولدينا إمكانيات أخرى متطورة. إلا إحنا إننا في قيادة الحشد الشعبي لدينا برامج متكاملة للتطور والتطور السريع، نسعى أن نكون القوة في العراق قادرة على ليس فقط الحماية العراق وإنما ردع كل من تسول نفسه والاعتداء على أرض العراق. هذا الكرنفال المهيب الذي جاء في توقيت مفصلي أبهر الناظرين بتشكيلات الحشد وتجهيزاته النوعية وجاهزيته لأي مخاطر أمنية، خاصة وأنه بات يصنف حديثا وفق مراكز دولية أحد أقوى الأجهزة الأمنية الضاربة في منطقة الشرق الأوسط، فرسائل الداخل أحرجت الخارج. هذا الاستعراض رسالة قوة للعراق، رسالة قوة للأجهزة الأمنية. تعمد الحشد على إشراك
عدد من الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب ليبعث برسالة معناها أنه الحشد سنيد قوي أو مساند قوي للأجهزة الأمنية. بعض الإمكانات وبعض الأفراد أعتقد أرسلت برسالة هيبة للعالم، هذا هو الحشد. قبل 8 سنوات صدح الحشد باسم العراقي نحو السماء التي كانت شاهدة عيان على بطولاته وذوده عن أرض الوطن، فهذه المؤسسة العسكرية باتت اليوم تمثل اقتدار الدولة وتعاضدها مع باقي صنوف الأجهزة الأمنية لمواصلة الطريق في تعزيز الأمن وكسر شوكة الإرهاب، فهنيئا لمن التحق بركب سفينة الحشد وباركها. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور أحمد الشريفي الطيار المقاتل والخبير الاستراتيجي. حياك الدكتور ضيفنا الكريم، أهلا وسهلا بحضرتك. وكذلك بالعميد المتقاعد الأستاذ عدنان الكناني الباحث في الشؤون الأمنية، حياك الله أستاذ عدنان ضيفا كريما. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذ عدنان، ظهور القدرات العسكرية في الحشد الشعبي بشكل متقدم ألا يعد إضافة نوعية لهذه القوة التي ظهرت وفق فتوى المرجعية، القوة من حيث العديد والعدة أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله في العادي الغالي أستاذ أحمد، وحيا جمهورك الكريم، وحيا كادر قناة أيام المحترم. الحقيقة قوات الحشد البطل مثل ما هي قوات الجيش العراقي البطلة وقوات وزارة الداخلية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وكل الصنوف والقيادات العراقية، القوة الجوية، الدفاع الجوي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات، قوات البيشمركة العراقية، كلها قوات عراقية محترمة ورائعة، ومن حق العراقيين أن يتفاخروا بأبنائهم الأبطال. لكن كرنفال الحشد ما ميزه أن هؤلاء القوة العقائدية البطلة المضحية التي جربت في قتالنا مع تنظيم داعش الإرهابي والتي جاءت نتاج فتوى المرجعية الشريفة، هذا الذي ميز قوات الحشد البطلة عن بقية الصنوف. لا يعني أن البقية هم أقل شأناً، الكل أبطال والكل مجاهدين والكل مستعدين لتقديم الدماء وتقديم الغالي والنفيس من أجل العراق، لكنها قوات الحشد أيضا قوات وطنية عراقية مجربة، وبالتالي ما لاحظناه من استعراض يفرح الأحباب ويفرح الحلفاء ويغيظ الأعداء كان حقيقة بمستوى راقي ورائع جدا، وانضباط ومستوى عالي من التدريب وهمم، يعني كانت حقيقة استثنائية. يعني نبارك لأبطال ولقيادات الحشد ولأبطال قوات الحشد ولأبناء الحشد الشعبي المقدس البطل الذي قدم الدماء من أجل العراق، وما زال مشروع استشهاد من أجل الوطن ومن أجل العراقيين ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمن البلاد وأمن العباد إن شاء الله. دكتور أحمد جوتر، حاب بحضرتك، يعني ما نتحدث عن نفس الاستعراض لم يكن شاملا فقط لقوات الحشد الشعبي، بل كان هنالك صنوف شاركت في هذا الاستعراض من الجيش العراقي وأيضا الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وغيرها من هذه الأجهزة الأمنية التي كان لها دور كبير. بالتالي هذا الأمر وهذا التلاحم ما راح تشوف حضرتك أنه راح يكون قوة كبيرة لا يستهان بها على أقل تقدير لمواجهة التحديات اللي يفرضها المحور الأمريكي؟ ظهر عندنا أيضا تحدي المحور التركي في هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن احنا حينما نتحدث عن الحشد الشعبي يجب أن نركز على حقيقة مؤداها، أن هناك خطأ استراتيجيا وقعت فيه العملية السياسية في بناء المؤسسة العسكرية، ودليلنا في ذلك حينما دخل داعش انهارت مؤسساتنا على مستوى التوصيف التعبوي انهيار غير مبرر. وكنا آنذاك يعني المرحلة ما قبل فتوى المرجعية المباركة كنا قد أنفقنا أكثر من 148 مليار دولار على المؤسسة العسكرية، لكن ما يؤسف إلى أن الفساد وسوء الإدارة
ووضع هذه المؤسسة باليد بأيدي غير أمينة أدى إلى استنزاف القدرات وضياع الموارد. لذلك هذا الخطأ الذي نصفه بالخطأ استراتيجي أصلح في الحشد الشعبي وأخذ بأهم أسس مبدأ إنشاء المؤسسات العسكرية، وهو أن تعد الفرد قبل المعدة. البناء العقائدي، إرادة القتال، ثم الاستعداد للدفاع والإيمان بشرف الانتماء للمؤسسة العسكرية، ثم بعد ذلك تذهب باتجاه التسليح، لأنه ما عندك ضمانة أنه قد يتصدع الضابط القانوني وتتحول الأسلحة إلى صدورنا. وهذا ما حصل يوم دخل داعش. 28 مليار أسلحة خسرها الجيش العراقي ووقعت بيد جهات البعض منها دربت بمؤسستنا العسكرية. فإذا هذا الخطأ استراتيجي بالحقيقة الذي أصلح بوجود الحشد الشعبي، لابد أن ندرك حقيقة مؤداها أنه قد أسقط مشروع، وبالتالي الحشد مهدد. ما هي سبل الحصانة للحشد حتى نبقي الحشد فاعلا ومؤثرا؟ ليس فقط في اندماجه مع بقية المؤسسات، وإنما في البرنامج الضامن لديمومة بقائه وتأمين ما يطلق عليه بالحصانة. ولطالما أكدنا على حقيقة مؤداها أن مسألة استدراج الحشد إلى البعد السياسي قد يصدع من تأثيره وقيمته الاعتبارية الشيء الكثير. وحصانة الحشد الشعبي لا تبقى دائمة ومؤثرة وتعطي دواما وزخما في تطوير القدرات والمهارات إلا في ظل عباءة وفتوى المرجعية الرشيدة، لأنه بالحقيقة حصانة ذات بعدين، بعدا اعتباريا في بقائه فاعلا ومؤثرا في الميدان، وبعدا حتى على المستوى البعد المؤسساتي، أنه هو لعب دورا في إعادة الاعتبار إلى المؤسسات واعتبار إلى هيبة الدولة ودورها كدور فاعل في إدارة الموارد. ففي تقديري أنه من الضروري جدا في هذا التجمع المبارك وهذه النشاطات التي يتسم بها مقاتلينا أن نفكر كيف نحصن التجربة وأن لا نستهلكها سياسيا، لا سيما نحن في ظل تحدي كبير جدا، ليس فقط قضية تركيا، وإنما البلد على أعتاب مرحلة تقسيم. إحنا 2023 لن يمر بسلام، وهذه قضية متفق عليها. هذا التوقيت يعني ناقشه باستفاضة مع حضرتك، لأنه عندنا تحديات كبيرة جدا. اسمح لي أن نأخذ عبر الهاتف، ينضم معنا السيد قاسم مصلح القيادي في الحشد الشعبي. حياك الله سيد قاسم. أسأل حضرتك، أهلا مرحبا بك، أسأل حضرتك عن الاستعراض الذي جرى يوم أمس. تضمن هذه السنة أنه هنالك معدات عسكرية أدخلت مجددا، على سبيل المثال الزوارق الهجومية التابعة للواء السابع النهري. ألا يمكن أن يكون ذلك تطورا في القدرات العسكرية اللي يمتلك الحشد الشعبي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو الاستعراض فلا بد من عنده، وأن يعرف الجميع هناك قوة عادية موجودة في هذا البلد يتدافع عن أرض وسماء ومياه هذا البلد. وحقيقة أنه بدأت الدول الجوار تستضعف يعني العراق من ناحية أنه لا يمتلك القوة العسكرية، ولكن هناك قوة عسكرية وهو قوة الحشد إضافة للقوات الأمنية الموجودة. لما قاتلنا سوية في فندق واحد وحررنا هذا البلد، فيجب أن تظهر هذه القوة للعلن. والحمد لله هذه السنة اشتركت القوات الأمنية في هذه الكراديس وهذا الاستعراض العسكري. نعم، لكن الاستعراض كان الوقت ماله قصير هو ساعة ونص، فلم يكتفي الوقت لإظهار كل ما لدينا من قوة من مؤدات وقوة كافية كانت مؤدة لهذا الاستعراض. وكثير من هذه المؤدات الفنية والمعدات الحربية لم تظهر للعلن ولم تشارك الاستعراض بسبب ضيق الوقت. أيضا ولكن رغم هذا أنه لاحظنا الكثير من المتغيرات الجديدة اللي ظهرت في استعراض يوم أمس. شاهدنا ظهور أول كردوس لضباط الحشد الشعبي الذين سيدخلون الكلية العسكرية، أيضا هذا متغير جديد. هل هذه بوادر يعني الاستفادة من هذه الدماء الجديدة والشابة في المؤسسة الأمنية تحديدا وزارة الدفاع؟ نعم، تعرف أنت في بداية الأمر عندما صدرت الفتوى المباركة هرعت جميع الملبين لهذا النداء بدون تدريب وبدون يعني تدريب على القدرات العسكرية أو الفنية.
كل من انه حاول ان يسد هذا الخلاف وان يكون حاجز او ايقاف لهذا المد التكفيري الى العراق. اليوم اصبحت عندنا مساحه واسعه وفراغ كبير لإعادة تنظيم هذه القطاعات، وفعلا الآن كل قطعة من قطاعاتنا وكل عمليات من عملياتنا في الحشد الشعبي هي مكلفة بتدريب أعدادها وأفرادها على كل المستويات، سواء كانت تبدأ من الضبط العسكري وتنتهي بالأمور الفنية الأخرى سواء على المستوى الأمني والاستخبار. أشكرك شكرا جزيلا القيادي في هيئة الحشد الشعبي السيد قاسم مصلح، انضمت معنا عبر الهاتف. مباشرة لحضرتك الأستاذ عدنان، لما نتحدث عن تطور هذه القدرات والدكتور الشريفي أشار بأنه التطور في الإمكانيات القتالية والمهارية لأبطال الحشد الشعبي هو أهم من القدرات التسليحية، هنا راح نتحدث عن قضية مهمة جدا، يعني لطالما وقفت عائقا أمام المؤسسة العسكرية والأمنية في العراق. على حد تعبير السيد يحيى رسول يعني صنف الجيش العراقي إلى ثلاثة أصناف، الجرحى والكبار بالسن والثلث جرحى وثلث كبار في السن وثلث لديهم الفاعلية. بالتالي الحشد الشعبي عندما يقف يدا بيد مع المؤسسة العسكرية، ما الأشياء التي من الممكن أن نحققها كمعادل موضوعي والوقوف بوجه التحديات الخارجية والداخلية؟ أستاذ أحمد، إحنا عندنا حقائق وعندنا أمور ظاهرة على الأرض، يعني ما يحتاج المهسيفة ولا نحتاج أيضا نجامل عليها. الحشد عمره الحقيقي هو 4 سنوات، تأسس نعم بالألفين يعني عمره 8 سنوات، لكن العمر الحقيقي هو بعد 2018. فشوف قابلية قوات الحشد بالتطور وقابليته بناء منظومته، كان من الجانب التسليحي أو من الجانب التدريبي أو من الجانب التنظيمي، بهذه ال4 سنوات من 2018 بعد ما انتهى ملف داعش الترهابي تماما، وانتبهت قيادة قوات الحشد البطلة على أنها عادت تنظيم صفوف هذا الصنف البطل وهذه القوات الأبية المجاهدة. لاحظ ال4 سنوات قابلية تطور بهذه ال4 سنوات، يعني طورت بمستوى عالي جدا من ناحية تسليح ومن ناحية تجهيز ومن ناحية تدريب ومن ناحية تنظيم، وأيضا بدأوا يعتمدون على كفاءات ذاتية. يعني اليوم أبناء الحشد هم يصنعون وهم يدربون ويتدربون، وبالتالي يعني يمونون نفسهم بنفسهم. قوات الحشد قوات يعتمد عليها، قياداتها قيادات وطنية أبية، أبنائها طبعا قوات الحشد لا تعني بمكون واحد، كل العراقيون مشتركين بهذه القوات البطلة، الأخوة السنة وأيضا الأزيدية والمسيحية والصابئة والمسلمين وبقية الديانات الأخرى وكذلك السنة والشيعة، فبالتالي هي قوات عراقية وطنية تضم في طياتها كل أبناء العراق من شمال العراق الحبيب إلى الجنوب البصرة فيحاء. أعتقد يعني الخط البياني لقوات الحشد وإمكانيتها بالتطور وبالتالي التدرج بالخط البياني، سنلاحظ أن هنالك قفزات نوعية سواء كان من ناحية التصنيع أو من ناحية التجهيز أو من ناحية التدريب أو من ناحية التنظيم. هذا الذي نعول عليه، وأنا أعتقد أن قوات الحشد في هذا الوقت الحرج الذي يمر به العراق، ظرف صعب جدا، هنالك هجمات من خارج السور العراقي وهنالك تدخلات مخابراتية وهنالك رغبات دولية تهدف إلى تقسيم العراق، فبالتالي أبناء الحشد هم صمام أمان مثل ما بقية الصنوف العراقية ومثل هم ما هم أبناء وزارة الدفاع العراقي. أما الجرحى فالجرحى يفترض أن يكرمون، والشهداء أيضا هؤلاء الذين قدموا الدماء ونزفوا الدماء من العراق، وهؤلاء أعتقد لا يقلون شيئا عن البقية. حتى جرح العراقي دعت الحاجة لأن يعني يكون لدينا جيش وهنالك عدوان على أو ربما لا سامح الله إن شاء الله ولا نتمنى، لكن نريد أن يقاد أو نريد أن يكون العراق كخط صد أو ربما ترتع القيادة أن تهيئ دفاعات عراقية من أجل دفع الخطر عن العراق، وهذا لا نتمناه، ولكنه إذا لا سامح الله صار فأعتقد الجرحى سيكونون أيضا أبطال وممكن أن يمسكوا الشريط وممكن شريط الحدود طبعا، وممكن أن يكونوا رقم لا يمكن كسره مثل ما هم البقية. فبالتالي الجيش العراقي وأبناء العراق البررة وقوات الحشد الأبية هم مشاريع استشهاد من أجل العراق. دكتور أحمد، يعني دخول الحشد الشعبي عالم التسليح والأسلحة الحديثة والمتطورة، بالتالي نتحدث عن درونات، نتحدث عن مسيرات، هذه أيضا من الممكن تصف أهدافها حضرتك ب
مراحل الحروب، ودائما تكرر عبارة وصلنا إلى حرب الجيل الخامس، بالتالي أنه هذه المسيرات وهذه النتاج العسكري الجديد يسهم في تقليل حدة التحديات الخارجية؟ نعم، بالحقيقة هو مسألة الارتقاء في القدرات القتالية واستثمار الموارد والمهارات القتالية بالضرورة. وفي تقديري أنه من الضروري جدا وإحنا على أعتاب تشكيل حكومة أن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى لتحقيق ما يطلق عليه بالتنافس بين المؤسستين، أي بمعنى أنه إذا احتاجت وزارة الدفاع تعزيز قدراتها بدماء جديدة وموارد جديدة فلتكن من الحشد بادئ ذي بدء، يعني نعطي الفرصة مفتوحة للحشد لسببين: الأول أنهم يمتلكون الخبرة الميدانية، وفي تقديري الأهم وهذا أهم مرتكز في بناء المؤسسات العسكرية وهي كما قلنا الفرد والمعد العقيدة العسكرية لتحقيق الإطمئنان على مستوى الولاء، لأنه كيف تنهار أربع فرق في ظل دخول بضعة أشخاص؟ ما انهارت إلا إذا كان هناك خللا في الولاء وعدم إيمان في المؤسسة. طيب، وبالتالي بنيت مؤسساتنا بشكل خاطئ، وإن كانت هذه قضية تألمنا لكن يجب أن نقف عند المرحلة. بس دكتور رأي مغاير أنه يقول بأنه يراد أن يذاب الحشد الشعبي في المؤسسة العسكرية. شوف، إحنا هذه القضية هي قضية جدلية لكن يجب أن تعالج بمستوى واعي. أنت عندك مؤسستين، لابد من أن تحقق نوعا من التنافذ بحيث تحقق تكافؤ على مستوى إدارة المؤسسات. لا يجوز أن يبقى الحشد بوصفه حشدا شعبيا، هو انتقل من مرحلة الحشد إلى المؤسسة. كيف نمؤسس الحشد حتى يكون بقدرات قتالية وبمهارات قتالية ونحقق عنصر الاطمئنان إلى الولاء؟ ما هذا إجانا متطوع في ظرف قاسي، وبالحقيقة أبدأ استعداده لأن يكون مشروع استشهاد دون أي موارد. بالمناسبة حتى في البدء ما كانت أكو حتى التفكير بقضية الرواتب وما إلى ذلك. بما أنه أنا عندي مجسات ميدانية على ولاء، هذا ما فرط بي، وبما أنه ما فرط بي خلي دخله بالمؤسسة. ففي تقديري أنا الأوان أن نجري هذه عملية التنافذ. عندنا طاقات شبابية من ندخله أنا في برنامج المسيرات بالحشد الشعبي، يختلف اختلاف كلي من حيث الدعم ومن حيث قدرة محاكاة آليات التطور الدولي من يكون بالمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع لأنها أكثر رسمية من الحشد، ولذلك نعالجها بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة. طائرات المسير بيرقدار اللي الآن تزايد بها تركيا، تعرف هي بالأساس نتاج الصناعة الشرقية وهي أوكرانية، دزت طاقات شبابية راحت درستها لهاي الأبعاد وجابوها. ما احنا عندنا في كربلاء شاب وقعت طائرة درون الاركيو عصارت التقنية الامريكية، وقعت اعتقد بالسماوة، راح على نفقته الخاصة راح اخذ ابعادها وصورها بموبايل بسيط، تعرف قلدها؟ هذه الطاقات ايضا جزء من الحشد الشعبي، هذا من عنده هيك مهارات وعنده هيك امكانية تخليه مؤسسة. ليش؟ لانه دعم المؤسسة حتى لا يتشتت، حتى يكون مركز واقدر اصنع من خلاله تقنيه عاليه جدا احقق بها ان لم نقل التفوق فالتكافؤ في الميدان بين التقنيه الغربيه وبين البيرقدار التركي وبين الدرون العراقي. ولذلك في تقديري انه هذه القضيه تحتاج الى معالجه، مساله الابقاء على مؤسستين وما الى ذلك يعني. طيب، عقائديا فلتكن عقائديا، يعني شنو الضير؟ ما هذه هي نقطه الخلاف اللي احنا في بدايه تشكيل الحكومه منذ مجلس الحكم كنت معترض بقوه، ما انطي وزاره الدفاع، انا اغلبيه ما انطيها، سيدي يزعل البعض مني قليل يزعل، ما انطيها وزاره الدفاع، تسليح ثقيل، موازنه قويه جدا، الامن الحدود الخارجيه لبلدي مرتبطه بها، الطائرات، المدفعيه، الدبابات كلها في وزاره الدفاع. ليش انطيها واجي اشكل لي اسوي لي تشكيل جانبي؟ ما اجيب هذا المقاتل اللي يمتلك اراده قتال ويمتلك معنويات وضامن أنا متيقن من ولائه، ليش ما عززه بالمؤسسات الأصيلة حتى أقدر أنا أحاكي بيها؟ تصير منظومة تحالفات، تصير عنده مناورات إقليمية ودولية ناور بيهم. طيب، هذا الاستعراض إيش راح يعطينا رسالة أستاذ عدنان لما يكون هنالك بناء عقائدي وبناء مهارات فردية وإذابة داخل المؤسسة الأمنية، وبالتالي يكون هنالك الصرف في محله حسب تعبير الدكتور الشريفي، مهما تصرف من تسليح وتجهيز لا يذهب سدى.
شوف أستاذ أحمد، إحنا إذا ذهبنا باتجاه الاستعراض، ولماذا يكون هنالك استعراض لقوات الحشد؟ لأنه هنالك تهديد على حدود العراق، ولأنه هنالك أطماع بالأرض العراقية، ولأنه هنالك أناس يرغبون أن يبقى العراق ضعيف وقوات المسلحة العراقية ضعيفة، فبالتالي استعراض الحشد هي رسالة لهؤلاء. دائما كل العالم حينما يكون هنالك تهديد على بلد معين، وربما هنالك نوايا قد تكون أو ربما تكون تذهب باتجاه عدوان معين، تقوم تلك البلدان بمناورات عسكرية واستعراض عسكري، هدفها إيصال رسالة إلى العدو أو إلى الخصم أنه نمتلك قوات ردع وقوات دفاع ممكن أن تعيق مشاريعكم، وممكن أن تؤثر بقواتكم، وممكن أن تشكل تهديد وخطر عليكم فيما إذا حاولتوا اجتياح الحدود. أعتقد استعراض الحشد هو رسالة لأعداء العراق أولا تحذير، ورسالة اطمئنان لأبناء العراق البررة على أن هنالك قوات أبية وطنية تمتلك العدة وتمتلك العدد وتمتلك الإمكانية بالتصدي لأي قوات تحاول اجتياح الحدود العراقية. فبالتالي أعتقد هذا هو الأساس في الاستعراض. وأيضا أن العراقيين اليوم يشاهدون قواتهم البطلة وأبنائهم البررة حينما يستعرضون بتقنيات عالية وبمستوى عالي من الانضباط وبمستوى عالي من التدريب، معناته أن هناك مؤسسة تقف خلفهم وهي معنية بالتطوير ومعنية بالتجهيز ومعنية أيضا بالتدريب. وهذا أيضا رسالة منام بالنسبة للعسكريين المحترفين، يعون تماما أنه حينما يستعرض المقاتل بزي متناسق وبحركات عسكرية منضبطة، وبالتالي يلاحظون أنه مستوى التدريب ورقي التدريب، وأيضا هنالك أسلحة أعتقد حتى قواتنا المسلحة العراقية، وإن شاء الله تمتلك قواتنا المسلحة العراقية أفضل الأسلحة بالعالم، لكنه يبدو أن بعض الأسلحة حجبت عن قواتنا الأبية. يعني دخول الجرام لقوات الحشد وإمكانيتهم بتصنيع هذه الطائرات، حتى وصلوا بعض الأجهزة الفنية وبعض المهندسين في قوات الحشد أن يحاول استثمار العجلات والآليات القديمة المصفحة وحتى الدبابات وعاد تهيئة من جديد وأدخلها الخدمة مرة أخرى. قوات الحشد حينما اشتبكنا مع داعش الإرهابي حتى اعتمدوا على عدد تهيل دبابات كانت من الجيل الحرب العالمية الثانية T-52 و T-62، وهذه من قرضة من كل جيوش العالم، بالتالي استثمروها وعادوا تهيلها من جديد وفعلوها وجعلوها فعالة في معاركنا مع داعش الإرهابي. وهذا الموضوع يدعونا أن نفتح الملف الثاني أستاذ عدنان وضيفي الكريم الدكتور أحمد، فبعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. أزاح الحج أمريكا تعرقل تسليح الجيش وتهدد العراق بعقوبات في حال اشترت منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. في عام 2017 تقدمت بغداد في طلب إلى روسيا للحصول على دبابات بقيمة مليار دولار، كانت تنتظر شراء عدة منظومات دفاع جوي من ضمنها منظومة دفاع S-300 وS-400، لكن جولة العقوبات المفروضة على شركات المصانع الروسية من ضمنها شركة كلاشينكوف أخرت التعاقد بين العراق وروسيا. وقد وصفت أمريكا أن التعامل مع موسكو بشأن استيراد الأسلحة يعد أمرا محفوفا بالمخاطر، وللرئيس الأمريكي صلاحية استثناء بعض الدول، لكن بعد ضمان عدم التعامل مع روسيا مستقبلا. طيب، هنا خلونا نفتح هذا الملف بعد مشاهدة تقرير الزميلة نهى الشمري ونناقش محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام. تكاد أمريكا أن تضيق الخناق على العراق وبسط نفوذها أكثر بشتى السبل،
فبعد قراره بالتعاون مع روسيا بشراء منظومة دفاع جوية، تدخل واشنطن على خط المعوقات لتفرض بذلك عقوبات على البلد وتهديدات في حال تم الاتفاق وأبرمت العقود. فيرى المراقبون أن أمريكا تمارس ضغوطا سياسية لقطع الصلات بروسيا من أجل الهيمنة وحدها على العالم وعدم وجود منافس لها، بالوقت الذي تواجه القوات الأمنية العراقية استمرار التحديات مع الإرهاب سواء بالمعارك المباشرة أو الجهد الاستخباراتي، وهذا ما يؤثر على تأمين الذخيرة والعدة العسكرية للجيش. لذلك توجه العراق إلى عقد اتفاقيات مع روسيا أسوة بالدول المتقدمة، لكن العقوبات المفروضة عليها جراء حربها مع أوكرانيا لعزلها اقتصاديا وتكنولوجيا هو ما أسهم بتأجيل تلك الاتفاقات المبرمة. فالعراق عمد على تنوع مصادر تأمين الأسلحة العسكرية خصوصا بعد تأثير الحرب الأوكرانية، إذ يرى خبراء أن العراق جزءا من المنظومة الدولية، فالتأثير بهذه الحرب متوقعا، وتقارير دولية تحذر من عودة داعش إلى البلاد مستغلا بذلك الحرب الروسية القائمة، خصوصا وأن المخاوف حاضرة من خلايا الإرهاب الموجودة حاليا. فأمريكا المتصدية لمعاهدات العراق مع موسكو بشراء منظومات الدفاع الجوية تقف عائقا أمام دفاع البلد عن نفسه، لا سيما وأن الوضع الأمني في العراق يشهد إرباكا بين الفينة والأخرى. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور أحمد الشريفي الطيار المقاتل والخبير الاستراتيجي. حياك الله مجددا دكتور أحمد، وكذلك الأستاذ عدنان الكناني العميد المتقاعد والباحث في الشؤون الأمنية. دكتور أحمد، يعني هل هنالك إمكانية بأن يتوجه العراق للتسليح من روسيا، أم أن خصوصا في منظومة الدفاع الجوي يعني، ولكن خارج مظلة التسليح الأمريكي؟ نعم، هو أمر لك على عجالة اللي يعني بالحقيقة جرى، أنه مسألة أن تضغط الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضغط على المؤسسة العسكرية إلا عبر المحاصصة، على اعتبار أن البعد السياسي والبراغماتية السياسية هي التي تجعل صانع القرار السياسي مقيد. يوم كان سقوط الطاغية كانت عندنا 35 طائرة موجودة بالتاجي، رحنا وضعنا اليد عليها، ميك 29. الميك 29 هي تضاهي من حيث الكفاءة حتى تتشابه بالشكل مع الاف 16، فنييها موجودين، الطواقم القتالية عليها موجودة، وكنا نطير عليها بما فيهم آلي. فوضعت اليد عليها ورحت، وفي حينها بشكل شخصي، بشكل شخصي طبعا صار سقوط وصار استبيحت الأمور كلها، ولكن أنا كنت خارج الخدمة، بس اتصل بي ضابط مهندس قال لي ترى عندنا 35 طائرة، بمعنى نأمن بيها برنامج كامل بديل عن الاف 16. رحت إلى قيادي في حزب الدعوة قلت له بس أمن لي، إحنا ما عندنا كل موارد، بس أريد أمن دني أنقلهن أجيبهن للشعلة. قالت أكو مزرعة مال جماعة النظام السابق انهزموا منها فدائي وصدام، قلت له خلينا ننقلهن، خليهن هنا نضعهن تحت اليد، راح يجي يوم نحتاجها. فش قال لي؟ قال لي عندك قلم؟ أنا شو صورت؟ صورت راح ياخذ القلم حتى دي يكتب لي ورقة أو فد شيء. طيت القلم، قال لي لا ما أقصد، سنقاتل بالقلم، قاتل بالقلم. شو وراحت ال 35 باقوها بلاك ووتر، وراحت من عندنا 35 طائره كلفتها مليارات، وكنا يعني بمجرد ان ندخلها برنامج 3 اشهر 4 اشهر نقدر نعيد الطيران بها، بمجرد ان نأمن رادارات بديله والطائره جاهزه. رحنا للاف 16 بضغط سياسي ومجامله سياسيه، الى الان لم يكتمل برنامج الاف 16، وبالتالي احنا خسرنا سياده جويه. مسألة ربط المؤسسة العسكرية وبالتحديد وزارة الدفاع بالمحاصصة هو بحد ذاته تقييد أمام التسليح. أنت حر، متى ما كنت حر غير مقيد بالبعد السياسي، تنطلق من منطلق عقائدي ومصلحة بلد عليا، ما من حق أحد أن يطلب من عندي أنا شنو نوع السلاح اللي أختاره. والدليل في ذلك تركيا العضو في حلف الناتو، الدولة المسلمة الوحيدة في حلف الناتو، وهي تمثل الجيش الثاني بعد الولايات المتحدة، يعني من بعد هيجي الجيش الفرنسي، طلبت الاس 400 إدراكا منها أن المعادلة القادمة تقتضي أن يكون هناك توازن على مستوى القدرات التسليحية حتى لا نتعرض إلى الابتزاز أو الهيمنة. حتى السعودية الدولة أيضاً طلبت. السعودية أحسنت وأنا جايك، إلى أبعد من ذلك الإمارات ومصر استبدلت أسطول الاف 16، وهو أسطول بالمناسبة عدة أسرار،
استبدلتها حولتها اندرترينج للتدريب وجابت طائرات الرافال الفرنسية مبتعدة عن التسليح الأمريكي حتى تحصل على علما أنه في مصر إيطالي تسليح إيطالي صيني برازيلي فرنسي روسي وأمريكي. يعني ستة أو سبعة تنوع في مصادر السلاح، فإحنا كان بإمكاننا نتنوع بمصادر السلاح، ولكن وضع المؤسسة في حالة المحاصصة هي التي قيدتنا. الغرض الأيام القادمة إحنا بأمس الحاجة إلى الدرون والأنتي درون. الأنتي درون الآن الروسي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تصنع أنتي درون مضاد للدرونات ليزريا هي روسيا. أذهب أروح أتعاقد ويا روسيا، من أكون أنا ما عندي خلفية سياسية وما عندي حزب يقيدني، أطلع وأنا حر أقول هذه مصلحة بلد ما حد يقدر يعاند لي. فإحنا بالحقيقة هذا الاستعراض اللي قلت لك به أنه إحنا بإمكاننا أن نسلح وننوع مصادر السلاح إذا حررنا المؤسستين الأمنية والعسكرية من المحاصصة السياسية، لأنها تخضع للتوازنات والضغوط السياسية والبراغماتية. وبالمناسبة إنفاق كان عندنا عالي في فترة حكومة إياد علاوي اللي هي ما يؤسف إليه، أكبر ملف فساد في وزارة الدفاع هي في فترة حكومة إياد علاوي، كان عندنا خط شروع للتسليح، والله في حينها كان بإمكاننا أن نسلح روسيا وما حد يندق بينا، لأن كان الوضع مرتبك، ومجرد نتحرك بهاي الأموال اللي انباقت كان نسوي بنى تحتية نعيد البنى التحتية الروسية. وبالمناسبة ربع الأسعار، يعني إذا هذه نحصلها بمليون فأنت مقابلها 3 مليون سعر المعدل اللي هي من الغرب، فكان بإمكاننا بالمبالغ المتيسرة في زمن حكومة إياد علاوي أن نسلح جيشا كجيش العراق بالأموال اللي في هذه الحقبة الزمنية فقط انسرقت. أستاذ عدنان، يعني التهديد يتعلق بمنظومة الأس 400، هل هذا متعلق بالتفوق التقني اللي يهدد الطيران المتقدم الأمريكي ويحقق التفوق عليه؟ شوف عيني أستاذ أحمد، منظومات الدفاع الجوي دائما تبنى على أساس العدو المحتمل وإمكانية تسليح العدو المحتمل. يعني أعتقد منظومة الدفاع الجوي S 400 هل تستطيع من تصدي إلى طائرات F 35 وطائرات F 16 المحدثة الإسرائيلية، وهل تستطيع أن تتصدى لطائرات البيرقدار التركية، وهل تستطيع من حجب وتحجيم وتحديد الطائرات الأمريكية؟ هذا هو السؤال. يعني هنالك عدو محتمل وهنالك سيادة على سماء العراق من قبل قوات غازية ومحتلة لأرض العراق، وهنالك تهديدات محتملة. فبالتالي أعتقد منظومة الدفاع الجوي S 400، هنالك S 400 متطورة من فئة C، وهذه المنظومة ممكن أن تكون قابلة للتجدد. فأعتقد نحتاج منظومة الدفاع الجوي متطورة وقابلة للتجدد في أزمة واحد. والرادارات ليست فقط منظومة الدفاع الجوي هي رادارات، وإنما رادارات وأسلحة معالجة وأيضا غرف سيطرة. لو رجعنا إلى تاريخ بسيط قبل 2003، العراق كان يمتلك 4 قواطع للدفاع الجوي، كان قاطع في الناصرين، وقاطع في بغداد، وقاطع في H3، وقاطع آخر في كركوك، وهذه كانت تستطيع من تأمين الرقعة الجغرافية العراقية بل خارج الحدود العراقية. يعني لو كان هنالك عدوان يشن على العراق من خارج حدود العراق تكشف العدوان إن كان صاروخ وإن كان سمتي وإن كان مقاتل من خارج الحدود قبل ما يصل إلى الأجواء العراقية. وكان لدينا أسلحة معالجة غرف السيطرة المتواجدة بقواطع الدفاع الجوي تعطي عاز إلى منظومة المعالجة، وبالتالي تقوم بمعالجة الأهداف يا أما بالنظام التقاطع أو نظام الكروس أو تفجيرها بالجو. أعتقد يعني نحتاج إلى منظومة دفاع جوي متطورة، ونحتاج إلى منظومة دفاع الجوي. شنو العائق أستاذ عدنان؟ يعني الهيمنة والنفوذ الأمريكي، لو مثل ما تفضل الدكتور الشريفي الاثنين، يعني عندنا القضية المحاصصة وإيكال وزارة الدفاع إلى جهات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي أيضا هنالك نفوذا أمريكيا يمنع التواصل مع مناشئ أخرى غير أمريكية. يعني أستاذ أحمد، إحنا إذا تحدثنا بلد ذات سيادة فيفترض أن نتحرر من أي ضغوطات. أمريكا اليوم تفرض إرادات متعددة، شلت عمل جهاز المخابرات الوطني العراقي الأبي وفرغته من محتواه الأساسي اللي هو مكافحة الجاسوس، أشرفت على منظومة القوة الجوية وبقتها مشلولة وغير قادرة على حماية سماء العراق. الدفاع الجوي العراقي أبقته مشلولا، والكثير جاملوا على هذا المجال، ومن يتحدث كان يتحدث أنه لدينا رادارات ولدينا دفاع جوي، وشكلت قيادة باسم الدفاع الجوي، وهذه القيادة عبارة عن يعني قيادة كرتونية لا تمتلك
بعض الرادارات البسيطة التي ممكن أن تؤمن مدن فقط أو حتى مدن لا تستطيع من تأمينها دون وجود أسلحة معالجة. فبالتالي يبدو أنها أمريكا تتحكم بالقرارات العراقية وتحاول تحجيم أي جهد وطني عراقي يريد أن ينقذ العراق ويريد أن يتحكم بسيادة العراق ويريد أن يتحرر من أي ضغوطات أجنبية. تحاربه يا أما تارة سياسيا يا أما تارة عزلة عن السلطة يا أما تحارب إعلاميا يا أما تحارب عسكريا باتجاهات أخرى لديهم عناصر مخابرات وممكن أن يذهبوا باتجاه التصفية الجسدية. بالتالي المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية هي كبيرة جدا باتجاه العراق، لكنه إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب. طيب دكتور أحمد، يعني لما نتحدث اليوم عن وتحدث حضرتك أيضا عن بعض البلدان غيرت تسليحها تماما إلى مناشئ غير، وبالمناسبة البلدان حليفة للأمريكان، بلدان حليفة للأمريكان واستحلاب في السعودية وغيرها من هذه القضايا، ولكن استوردت أسلحة من روسيا، بالتالي العراق وهي لم تدخل حربا أصلا، يعني حتى بالمناورات لم تستخدمها، العراق دخل حرب كان تسليحة أمريكي. وهنا ايضا لاحظنا ربما المعلومه العسكريه عند حضرتك انه لحد الان ما مكتمله عندنا، اذا استاردنا الاله فالذخيره غير متواجده. نعم، بالدليل ليش انا اقول الاف 16 لا زال برنامجها متلكئ. كثير من العمليات احنا نفذنا بالسيخوي 25 كنشاط قتالي ميداني للاسناد الجوي القريب اكثر من طائرات الاف 16، يعني كانت اصلا حتى ما داخله للخدمه. يوم اللي رحنا للطائرات الروسيه المي 28 نايت هنتر صياد الليل والمي 35 سنتيات تعمل بفريق منسجم جدا، المي 35 للاسعاف والنقل والانزال الجوي والاسناد طائره نايت هنتر صياد الليل التي هي للقتالات الليليه، طائره كفؤه جدا تضاهي الكوبرا الامريكيه بل تتفوق عليها، يعني بالمناوره اكفأ منها. رحنا جبناها وجينا وقاتلت وأمنت لنا كروس كفر، كانت تغطية رائعة. فبمعنى أنه إحنا إذا ردنا نحرر الإرادة السياسية ما حد يقدر يربطك بها. اللي صار التي 50 اللي افتتحها قبل فترة الكاظمي هذه جبناها فرضوا علينا بالعقد المدرج، شنو علاقته؟ كان دا اشتري طائرة، شنو تفرض علي إلا مدرج بمواصفات خاصة؟ ما تكامل المدرج لأن المدرج صار بفساد، عطلت الطائرة وبقت جاثمة نص عمرها التقويمي، لأن احنا عندنا الطائرة بها عمر فني ساعات طيران وبها عمر زمني اللي احنا نطلق عليه بالعمر التقويمي، نص عمرها راح وهي جاثمة واقفة. ليش أخرتها؟ لأنه ربطوها بالمدرج. هذه الأزمة وينها؟ هذا على مستوى السياسية. فاحنا بالحقيقة بإمكاننا أن احنا نروح الآن، لأنه احنا حتى الآن دخلت الصواريخ الرادارات الأمريكية بالرادارات الفرنسية، راح نأمن منظومة انذار مبكر. بعدها تدري ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج إلى الأحزمة النارية الصاروخية اللي هو صواريخ بعيدة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى، ما يطلق عليه بالصواريخ القطرية. شوف من رحنا احنا تعاقدنا على الدفاع الجوي لأنه اكو لعبة، راح جاب البانتسير. البانتسير ايش قد المدى مالته؟ أقصى مدى، لأن قطري يعني يتخطى البعيد والمتوسط والقصير المدى. يجي القطري شنو؟ مثلا انا عندي سد او عندي محطه طاقه، افترض انه اذا تخطى الهجوم طائرات الهجوم تتخطى الابعاد الثلاثه ممكن ان تضربني. جبت البانتسير، البانتسير خلوه بالمنطقه الخضراء لحمايه المنطقه الخضراء والسفاره الامريكيه 15 كيلو. بال 15 كيلو بالمناسبه انا كهجوم ارضي من اريد اهاجم ادخل بسرعه 950 كيلومتر بالساعه، اقطع 16 كيلومتر بالدقيقه. فرد الفعل مال البانتسير دقيقتين، بمعنى اني اجي اضربها للبانتسير واطلع وعندي دقيقه ادفانتج، يعني متفوق عليها. ولذلك فشلت البانتسير في سوريا. الاس 300 فشل في سوريا، البعض يقول خلينا نجيب الاس 300، فشل. ليش؟ لان الاس 400 صائد الاشباح، يوصف انه صائد الاشباح بتقنية عالية جدا، والحرب الحديثة هي حرب الدرونات. نعم. شوف بين الولايات المتحدة الاف 35 أمريكية، الروس سووا بالسور 57 شبح اللي هي السيخوي 57، الصين سوت الجي 20 أيضا شبح. فالحرب القادمة هي حرب أشباح. أنت حتى تجيب منظومة كفوءة تحقق لك كما قلنا أما التكافؤ أو التفوق في الميدان لابد أن تجيبها كفوءة. مو أنا أجيب الأس 300 أدرب عليها وما إلى ذلك وهي غير مجدية،
والدليل ما حصل في سوريا. ده طب طائرات الاف 16 اللي هي بالمناسبه اقل حداثه من طائراتنا الاف 16 اللي عندنا. ده تدخل تضرب وتطلع الاس 300 لانه قديم ما يقدر يرصدها وما يقدر يعالجها. فمن الضروري جدا انه انا من اجي بالتسليح لازم تكون عندي استراتيجيه واعيه، دارس الامور دراسه دقيقه، وبنفس الوقت غير مقيد باي قرار حزبي، لانه يدز عليك يقول لك مصلحتي وكتلتي ورصيدي الانتخابي فاقعد واسكت. مثل ما طلع وزير الدفاع وعلى آل الفضائيه قلنا له ليش من طير اقلاع فوري اذا تضربنا الطائرات التركيه؟ طير اقلاع فوري للاف 16 قال المقيد سياسيا. مقيد سياسيا لولا المحاصصه ماكو قيد سياسي. طيب استاذ عدنان، يعني اليوم فتحنا هذا الملف لانه تزامن مع احتفاليه اقامتها قياده الدفاع الجوي بحضور وزير الدفاع وافتتاح مركز العمليات الرئيسي، والدكتور الشريف يتحدث عن اراده سياسيه. طيب لما تحدث عن حاجه البلاد الشديده لمنظومات الدفاع الجوي، هل سيدفع بمجلس النواب بدعم توجيه برلماني داعم لذلك لشراء المنظومه الروسيه؟ شوف عزيزي، يعني وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش تحدث بشجاعه حينما تحدث وقال احنا نمتلك منظومه الدفاع الجوي، نمتلك بعض الرادارات، وتحدث عن رادارات فقط ولم يتحدث عن اسلحه معالجه، يعني العراق يمتلك بعض الرادارات فقط القديمه ولا يمتلك اسلحه معالجه. والبرلمان العراقي سيكون داعم للمؤسسه العسكريه وبالتاكيد هو داعم، لكنه يبدو الايرادات الخارجيه هي التي تتحكم بالقرارات العراقيه. يعني موضوع التسليح والتجهيز بالنسبه للقوات المسلحه العراقيه مرتهن بالقرار الامريكي. امريكا هي التي تحدد ما هو نوع الاسلحه ومن هي الدول التي ممكن ان يعني نستورد منها. فاعتقد لو كان للعراق اراده متحرره من الضغوطات الامريكيه، نعم العراق ممكن ان يستورد منظومه الدفاع الجوي سواء كان روسيا او من الصين. لكنه يبدو امريكا لا ترضى ولن ترضى ابدا ان يستورد العراق منظومه للدفاع الجوي، لأن هذا سيشكل تهديد على المشروع الأمريكي الاستراتيجي الهادف إلى الهيمنة على سماء العراق. وبالقانون العسكري وبالاستراتيجية العسكرية من يمتلك الجو يمتلك مفاتيح النصر. القوة الجوية هي ليست حاسمة بالمعركة لكنه عامل مساعد وكبير جدا بتحقيق النصر. فبالتالي القوة الجوية مهمة جدا، والدفاع الجوي مهم بمستوى القوة الجوية مثل ما هي القوة الصاروخية والقوة المدفعية وأيضا جنود المقاتلين العراقيين سواء كانوا المدربين على القتالات الخاصة أو الدروع العراقية. طيب. أو أيضا المشاة. نعود إلى الأس 300 والأس 400 اللي تفضل بها دكتور الشريف، هل هناك احتمالية لحصول بغداد وسط هذه التوازنات السياسية والمعادلات الدولية؟ وهل هذا يأتي ضمن هذه السياقات الداخل والخارج؟ يعني منظومة الأس 300 أصبحت منظومة غير فعالة على اعتبار أنه لا تستطيع من التصدي للطائرات المهاجمة والتي ممكن أن تكون أو يكون لديها تأثير على سماء العراق، وأيضا لا تستطيع من التصدي إلى طائرات المسيرة. فبالتالي ما الجدوى من وجود منظومة الدفاع الجوي غير قادر على التصدي للعدوان على سماء العراق وغير قادر على حماية سماء العراق. الجيوش اليوم بالعالم تعتمد في تقنيات على مستويات عالية من التدريب ومن التسليح وأيضا من الأسلحة المتطورة. فبالتالي إذا نستورد منظومة الدفاع الجوي تكاد تكون منقرضة. أعتقد يعني ما الجدوى من هذا، سنحتاج إلى تدريب وعقود. نعم. وربما ستظهر منظومات دفاع الجوي بعد أحدث من الأس 400 وأحدث من الأس 500. أعتقد يفترض أن نتعاقد. نعم. على منظومة دفاع الجوي متطورة وقابلة للتطور وقابلة للتجديد، وأيضا ممكن أن نؤمن الشراء بنظام التدريب لمدة 5 سنوات. نعم. إشراف الدولة المصدرة لمنظومة الدفاع الجوي العراق أن تشرف على بناء منظومة الدفاع الجوي قابل التجدد لمدة 5 سنوات مستقبلية، وأيضا يدرب كادر عراقي على العمل على هذا الموضوع. احنا أيضا أجرينا استطلاع واستبانة لآراء متابعي موقع قناة الأيام الفضائية، وسألناهم هل تسمح أمريكا للعراق بامتلاك منظومة الدفاع الصاروخية الروسية؟ 15% قالوا نعم، 75% شافوا هذا الأمر مستحيل، و10% تحفظوا على الإجابة. الدكتور أحمد الشريفي الطيار المقاتل والخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لإتراك الحديث في الملفين. والأستاذ عدنان الكناني العميد المتقاعد والخبير في الشؤون الأمنية، شكرا جزيلا لحضرتك. ضيوفي الكرام شكرا جزيلا مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.